النظام يقمع فينا ومن الحرام الليلة والنظام يقمع فينا ومن الحرام الليلة والنظام يقمع فينا ومن الحرام الليلة والنظام يقمع فينا العدالة اللي بغينا والعدالة اللي حينا ما بعد الشيخ المغرب وجد الأحسن معتقلين كليوش راح الضحية لا تهم السير نفسي الطفل وسيد حسن تبدا في مخزن وزكاة حسن تبدا في السين ما ينخف تاع السين يسوى الزاني مهم معتقلين سكوش ندريوش جولين جاشة ولي الحضارشة اللي مواجهني وقعنا كالنظام أجنتنا كل رابعة أجنتنا وسير ما يخفق طلب المحامي كشي طلب صراح مؤقت والو وسير ما يخفق الله يسير وزعنا ذوما بجا نتأسن جولي تشاق علي الواقع اللي وقع علي نهاني للحد سجير السبت سجير ولي لحظة تجي جاري القهوة وتجي جاردي الشكل النير يسير وزعني الطلب الطلب طلب طلب طفنا صراحة حسن وفيها تنزم أعادي وأعادي الحرية ورفع شارة الانكسار مدينة الناظور سلوان ميدار العروي وباقي المواقع الحاضرة المجد وخلودا إلى كل الشهداء وعلى رأسهم شهيد الشعب المغربي شهيد الحجرة محسن فكري كذلك تحية الصمود تحية الكفاء لكل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم كذلك معتقلين بمدينة ومعتقلين حراك الشعبي بمدينة الدريوش كل من إلياس الوزاني مصطفى البقالي اسماعيل عبدين وكذلك اخرهم عبد الحق زريون يعني غير ارتاح ارتاح ميدالية عالية الموقع يعني الالكتروني الناظور سيتي نحييكم يعني المواكبة ديالكم بشكل النضالي الاحتجاجي اللي جاء يعني مواكب للمحاكمة ديال رفاق المعتقلين لجنة الحراك الشعبي بالدريوش كما يعلن الجميع يعني يوم السبت الفاريط كان هناك شكل نضالي إلا أن أجهزة القمع يعني الطبقية وبتنسيق مع البلطجية ومافيا المخدرات بالمدينة تم تسخير هؤلاء لي يعني خلق يعني الفوضى بالمدينة هذه الفوضى هذه جاء يعني على خلفية ديالها اعتقال أربع مناضلين أربع أصوات حرة من داخل المدينة أخص الذكر هنا بالمعتقل الصنديد إلياس الوزاني مصطفى البقالي إسماعيل أبيضال وكذلك الذي اعتقل مؤخرا عبد الحق زريوح الذي تم استدعاؤه إلى مخفر الدرك الجهوي بالناظور لأنه يعني تم الاحتفاظ به ونعلم جيدا ونحن نتحمل المسؤولية في لجنة الحراك الشعبي بأن المناضلين لا صلة لهم بالشكل النضالي للسبت الفارط يعني المناضلين ما كانوش حاضرين بالبت المطلق إلا أن الأجهزة القمعية أبت إلا أن تعتقلهم أبت إلا أن تلفق لهم التهام أبت إلا أن تكتم الأصوات الحرة من داخل هذه المدينة أقول يعني نحن في مدينة دريوش ومنذ تأسيس الجمعية الوطنية 2008 نخوض في أشكال نضالية سلمية حضارية راقية منظمة واعية لم نتعرض في يوم من الأيام للقمع بالحجارة لم تكن هناك في يوم من الأيام أي مصادمات نضالنا دائما سلمي واعي ومنظم إلا أن يعني الأحداث التي يعرفها الريف مؤخرا يعني خلق نوع من الارتباك بالنسبة لهذا النظام بالنسبة لهذه الدولة الاستبدادية التي كشرت عن أنيابها لتعتقل يعني جموع غفيرة الاعتقالات وصلت إلى حدود
تقريبا 100 معتقل في الريف الشامخ. عوض يعني لقاو حلول لهال يعني الساكنة المقصية لهذا الساكنة المهمشة. ومنذ الاستقلال نتعرض للقمع، نتعرض للتهميش، نتعرض للإقصاء. نقول آن الأوان لمصالحة جديدة مع الريف، آن الأوان لاستجابة المطالب العادلة والمشروعة، المطالب التي تتجسد في يعني خلق فرص شغل، في استثمارات بالمنطقة، في خلق مستشفى لأمراض السرطان الذين يعني تتحمل فيهم السلطات المغربية والاستعمار الإسباني يعني المسؤولية. أقول نحن هنا لنصرخ عاليا، كفى من الاعتقالات، كفى من التخويف، كفى من الترهيب. تزامنا مع الاعتقالات كان هناك استدعاء مجموعة من المناضلين لجنة الحراك الشعبي من أجل يعني اجتثاث الصوت الحر، من أجل اجتثاث الاحتجاج من مدينة الدريوش. إلا أننا وبالمرصاد سنناضل إلى جانب الجماهير الشعبية، سنناضل من أجل المستضعفين، من أجل المضطهدين. وتحية غالية عالية. إخوان الدريوش تقدموا اليوم في محكمة جنائية على أفعال بغينا ولا كرهناها في آخر مرتبة كمطالب شعبية، والمطالب الشعبية ما كتواجهش بالقمع العنيف ولكن بالحوار وبالتفاهم وبالروح ديال المواطنة. المطالب ديال خزيمة ولا سيما وديال المجورن أو تقولوا ديال العمالة ديال خزيمة ما تكونش بعيدة من المطالب ديال النظر. رغم انه فعلا كنعترفوا بانه محمد السادس قام باستثمارات ضخمه في المدينه ديال النظر، ولا اناقش المجهودات ديالو وما كنناقشوش انه الوضع الان احسن من اللي كان من قبل في الحكم ديال المغفور له الحسن الثاني. هذه قضيه واضحه ما كنناقشوهاش، ولكن اللي كنقولوا كنعاودوا نكرروا انه مهما كان العطاء المنطقة ديال الريف تكرفست بزاف خلال عقود ديال الحكم ديال المغفور رضا الحسن الثاني، وتأخرت. وما ما كانت المجهودات ديال الحكومة تبقى ديما منطقة متأخرة، هذا اللي كيجعلنا أننا وكي السادس كي الثاني وهكا عاود الثاني.